للمزيد معنا من اسطنبول المحلل السياسي السيد طه عودة. مرحبا بك أستاذ طه. نبدأ من سقوط الطائرة الروسية في مطار حميميم. تزايد الخسائر الروسية في سوريا كيف ستنعكس على القرار السياسي بموسكو وكذلك على الميدان؟ نعم، يعني من دون شك أعتقد أن خلال الفترة الأخيرة الماضية هناك خسائر كبيرة بالنسبة للجيش السوري أو للاحتلال السوري داخل سوريا. أعتقد أن الدرجة التي وصل بها سوريا داخل سوريا وصلت إلى الذروة، خاصة إن كانت عملية القصف حاليا هي تتكبد الخسائر الفادحة، وهذا ما لاحظناه خلال الفترة الأخيرة. وعلى الرغم من أن روسيا أعلنت اليوم بأن هذه سقوط الطائرة هي نتيجة اصطدامها في وليس كإسقاط من قبل الثوار، كل هذه الأمور هي إشارة واضحة على أن هناك مأزق روسي داخل سوريا، وهي حاليا تدفع فاتورة دخولها في المستنقع السوري. في سياق نفسه أستاذ طه، التصريحات النارية المتبادلة بين الكيان الصهيوني وإيران وتشابك المصالح الدولية في سوريا كيف سينتهي؟ هل نحن الآن ربما على أعتاب مواجهة جديدة ساحتها سوريا؟ يعني من دون شك ساحة سوريا هي تحولت يعني من فترة إلى حقل تجارب إن صح التعبير، وأصبحت هي ساحة معارك كل الجهات والدول. ولكن الفترة الأخيرة وخاصة الكيان الصهيوني هو أعتقد أنه هو يستطيع هو حاليا يحارب إيران في الوكالة خاصة داخل الأرض السورية. هو لا يريد أن يقوم بمواجهتها وجه لوجه أو داخل أراضيها. وأعتقد الكيان الصهيوني هو حاليا يحاول أن يستهدف المصالح الإيرانية داخل سوريا، وكل هناك دعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من جهات إقليمية، هي خاصة فيما يتعلق بالدور الذي ارتكبته إيران خلال الفترة الماضية داخل سوريا من دعمها لنظام القتل في سوريا. اتفاق تسوية جديد بريف حمص الشمالي بين المعارضة والروس، ما الغاية من وجهة نظرك من تجميع المعارضة في بقعة صغيرة كإدلب؟ يعني أعتقد هذه هي النقطة الأساسية، وهي التي كانت منذ فترة الحديث عنها، وخاصة هي والتي جاءت في إطار مثلا إذا تحدثنا عن اتفاق خفض التصعيد في بعض المناطق. أعتقد كل الأمور حاليا كانت قبل فترة كانت في القوطة ومدن أخرى، والآن في حمص، تحويل كل المعارضة إلى بقعة محددة. أعتقد كل هذه الأمور هي الهدف منها وجهة نظري، وهي يعني وضع حد للثوار او وضع ان هو تخدم القوات، ان كانت القوات النظاميه قوات بشار الاسد او القوات المواليه له في ايران او الاحتلال الروسي. نشكرك شكرا جزيلا استاذ طه عوده المحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول.